السلام عليكم، معكم علي فهد Lecturer of Oral Maxillofacial Radiology. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على 3D Imaging Modality، الـ Specialized Technique، الـ Advanced Modality. هنبدأ بيها بالكمبيوتر توموجرافي والكوم بي ام سي تي، أشهر 3D Imaging دلوقتي موجودة في القطاع الطبي عامة وقطاع طب الأسنان على وجه الخصوص. محاضرة النهاردة Basic Understanding، خلفية الكومن باك جراوند اللي المفروض تكون عند كل الناس، اللي منها تقدر تستخدم الاستخدام الأمثل للكمبيوتر توموجرافي والكوم بي ام كمبيوتر توموجرافي بشكل كويس. هتفتح لك الباب. كومن ترمينولوجيز لازم تبقى محصلها في اخر المحاضره ان شاء الله عشان تعرف تنطلق في المجال ده ان شاء الله. المحاضره هتبقى سمبليفايد لانجويج مش للمتخصصين، هتلاقي الموضوع بسيط ان شاء الله. لو حته معينه لقيتها صعبه خلاص افتحها وقت تاني هتعرف تستوعبها ان شاء الله. هتلاقي المحاضره مش هتبقى طويله، يعني زي ما عودناك ما هتبقى من ساعه لساعه و10 دقائق ماكسيمم. هتلاقي في سيكشنز الاستراحة في النص عشان يكون الكلام انتهى، لو عاوز تستريح وبعدين ترجع تاني للمحاضرة أو عاوز خلاص تفتحها في وقت تاني، فهتلاقي الكلام عندها منتهي وبيبدأ في السيكشن من نقطة جديدة ينفع تبدأ من عندها، بحيث كل واحد وقدرته على الاستيعاب عشان المحاضرة هتحتاج تركيز شوية، يعني إن شاء الله من ساعة لساعة 10 دقايق من التركيز. واسمع منكم الكومنتس، ايه الحاجات المعينه اللي كانت كويسه في المحاضره، ايه الحاجات اللي ما عجبتكمش، ايه الحاجات اللي عاوزينها تتشرح بطريقه مختلفه، لو حد لاحظ اي خطا ينبهني ليه عشان يتم تعديله. واسيبكم ان شاء الله مع المحاضره. طبعا كلنا عارفين ان احنا خلاص دلوقتي احنا في عصر الديجيتال، مش بنقول ان احنا عاوزين نتحول من كونفنشنال ديجيتال، لا احنا خلاص تحولنا ديجيتال وبنطور جوه الديجيتال. فاللي مش هيبقى مستوعب يعني ايه الديجيتال والديجيتال تيرمينولوجيز واستخداماتها في مجالات الطب ومجال طب الاسنان بالخصوص هيبقى فاتوا القطر زي ما بيقولوا. كل اللي اتكلمنا عليه قبل كده كنا بنتكلم على ال 2D imaging. ال 2D imaging اللي فيها بيحصل حاجه مشهوره جدا اسمها السوبر امبوزيشن، يعني انا لو عندي اوبجكت موجود في الحته دي هيجي بعدين ياخد السنه في طريقه وبعدين ياخد الاوبجكت ده، وكل ده بيروح على الفيلم بيديني 2D image of 3 dimensional object. يعني من الاخر كده اللاير دي واللاير الثانيه بتاعت السنه واللاير الثالثه بتاعت الاوبجكت الثالث، الثلاثه بيبقى سوبر امبوزد على بعض. انا مش بقدر اشوف كل لاير لوحدها، انا بشوف الريزلت، بشوف الراديوجراف النهائيه زي اللي انا شايفها هنا من تحت. ال 2D imaging بيعمل لي مشاكل مشهوره جدا اسمها الراديوجرافيك illusion. حتى في التصوير العادي في حاجه اسمها اوبتيكال illusion، وما يقابلها في الاشعه اسمها الراديوجرافيك illusion. تعالوا نبص على الفيديو ده عشان نستوعب ايه المقصود بموضوع الالوجن. دلوقتي انت شايف المكعب ده 2D image of 3 dimensional object. بص لما تغير زاويه رؤيتك ليه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان المكعب ده كومبليكيتد جدا بالنسبه لنظرتك ان هو كان حاجه بسيطه خالص. تعالوا نرجع تاني لنفس الزاويه، للزاويه الاولانيه اللي بدانا عندها، ودي خطوره ال 2D imaging. لازم تبقى عارف ازاي تتعامل معاها، تبقى عارف ان فيها حاجه اسمها راديوجرافيك illusion، تبقى عارف ان في حاجه اسمها ماجنيفيكيشن، فيها اوفرلابنج، فيها كل المشاكل دي. واحنا خدنا بعض طرق التعامل معاها في الاوبجكت لوكاليزيشن وفي حاجات تانيه كتير جدا. الهدف من المحاضرة النهاردة إن إحنا نعرف شوية بيزكس عن التكنولوجيز، إن إحنا نعرف ترمينولوجي، نعرف الإيمج ديسبلاي هتبان عندنا إزاي، والإنديكيشنز اللي بنعمل على أساسها السي تي والكوم بي سي تي، ومميزات وعيوب كل أدفانسد موداليتي منهم. السي تي بمنتهى البساطة أو الكوم بي سي تي هو نوع من أنواع الإكسترا أورال إيمجينج اللي فيه جهاز الأشعة والديتكتور اللي هو بديل عن الفيلم بيلف 360 درجة حوالين البيشنت اكسترا اورالي. تعالوا نبص على الفيديو اللي هنا ده كده. ده صوره لجهاز السي تي. جهاز السي تي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن تيبل زي ما احنا شايفين هنا كده البيشنت بينام عليها وبيدخل جوه جانتري. الجانتري ده مكون من ايه؟ مكون من جهاز اشعه والديتكتور. جهاز الاشعه بيكون من ناحيه مصدر الأشعة، والديتكتور اللي بيلقط الأشعة بعد ما تعدي من خلال البيشنت. الجهاز ده هيفضل يلف حوالين البيشنت، هياخد الإيمجز عبارة عن سلايسز زي ما احنا شايفينها كده، مقاطع
عمودية على الأكسس بتاع البيشنت هو ونايم، وبنسمي المقاطع دي أكزيال كاتس عشان هي بتكون ترانس أكزيال كاتس، فاختصارا بنسميها أكزيال كاتس. هي مالتيبل أكزيال كاتس، السي تي بيجمعهم كلهم عشان يعمل بيهم فوليوم 3 دي، وبعدين يخليك تقطع الكاتس في أي اتجاه أنت تحبه. السي تي كمان بتسمع عن سي تي ويز كونتراست، يعني البيشنت بياخد ماده معينه سواء كان بيشربها سواء كانت بتحقن، الماده دي بتخلي الاريا اوف انترست بتاعتنا اللي الماده دي بتستهدفها ظاهره جدا في السي تي ايمجز. عشان كده في عندنا سي تي عادي وفي عندنا سي تي ويز كونتراست، سواء كان ده بيتشرب او كان بيتحقن، المهم ان في تيشوز معينه الكونتراست بيخليها تظهر بشكل اكثر وضوحا مع السي تي. دلوقتي بقى لو بصينا فوق هنا الجهاز اللي بيلف ده السي تي، السورس اوف اكس رايز اللي هو الاخضر والديتكتور من الناحيه الثانيه، هنلاقي مكتوب فوقه كده ثيرد جينيريشن سي تي سكانر. ايه المقصود بالحكايه دي؟ الفكره ان السي تي كان في منه جينيريشن، الفيرست جينيريشن كان عباره عن بيم رفيع جدا وبينزل على ديتكتور اليمنت، حاجه صغيره خالص هي اللي بتلقط الصوره، وكان بيحتاج وقت كبير جدا عشان يطلع الصوره، وطبعا الصوره ما كانتش بكواليتي عاليه لاسباب كتيره، منها ان البيشنت مش هيقعد ثابت لحد ما كل جسمه يتصور بالطريقه دي. الموضوع اتطور شويه، بدل ما يبقى ديتكتور واحد بس بقى مجموعه من الديتكتورز جنب بعض، خط كده فيه مالتيبل ديتكتورز، وده قلل التايم. ستيل الفيرست جنريشن والسكند جنريشن الاثنين دول هيستوري. اكتر حاجه مشهوره ومنتشره حاليا هي الثيرد جنريشن، اللي فيها حصل تعديل مهم قوي، وهو ان الديتكتور بدل ما يبقى خط مستقيم بقى عباره عن حاجه كيرف. استفدنا ايه من الحكايه دي؟ ان الحركه بقت حركه دائريه، وبالتالي بقى بيصور بطريقه سريعه جدا. واغلب الاجهزه المنتشره حاليا في السوق تعتمد على الثيرد جنريشن من السي تي. جم ناس معينه قالوا احنا هنطور الموضوع شويه ونعمل حاجه اسمها الفورس جنريشن، واللي فيها بدل ما الديتكتور بيلف، لا عملوا ديتكتور رينج حوالين البيشنت، ديتكتور كبير جدا حوالين البيشنت، وبالتالي بيقلل الاجزاء اللي بتتحرك، وبالتالي الصوره بتطلع احسن. لكن مشكله الجنريشن ده ان هو مكلف جدا، الديتكتور اللي هيلف حوالين البيشنت بالحجم ده هيبقى مكلف جدا. وفي ناس طوروا الموضوع اكتر وعملوا الفيفث جنريشن، خلوا حتى مصدر الاشعه التيوب اللي عندنا هنا ده مش موجوده، وفي طريقه معينه بحيث تخلي كل الرينج برضه تطلع اشعه. وطبعا ده مكلف اكتر من الفورس جنريشن، عشان كده مش منتشر. يبقى التركيز الرئيسي هيكون على الثيرد جنريشن. حاولوا يعملوا شويه تطويرات في الثيرد جنريشن ما تكونش مكلفه قوي، وفي نفس الوقت تدينا الهدف اللي احنا عاوزينه من ناحيه ان احنا نزود الريزوليوشن ونقلل الايمجنج تايم. التطويرين دول مشهورين جدا باسم حاجه اسمها سبايرال سي تي او هيليكال سي تي، ومشهورين باسم حاجه اسمها الام اس سي تي او الام دي سي تي او المالتي ديتكتور او المالتي سلايس سي تي. عشان نفهم ايه المقصود بالمالتي سلايس او المالتي ديتكتور سي تي، المقصود بيها بمنتهى البساطه ان بدل ما كنت بصور الديتكتور وهم مجموعه من الديتكتورز في صف واحد، لا انا عندي كذا صف، اربع صفوف من الديتكتور، 16 صف من الديتكتورز، وهكذا ارقام كبيره جدا من الصفوف، وبالتالي التصوير هنا بقى اسرع لانه بقى بيصور مالتيبل لايرز جنب بعض. هنا كان بيصور اكزيال لاير واحده بس، والناحيه الثانيه هنا هيصور ثلاثه او اربعه اكزيال لاير مع بعض، وبالتالي الايمجنج تايم هيقل. لسه مكمل معانا الثيرد جنريشن سي تي سكانر، واللي قلنا ان اول تطوير اللي هو زي ما موجود عندنا في سي، ان احنا زودنا عدد الصفوف بتاعه الديتكتورز. التطوير اللي بعد كده بقى السبايرال سي تي، بقى ان هو يتحرك حركه سبايرال او حركه هيليكال. هو ايه الموضوع بالظبط؟ كان في الاول في ترابيزه كده اللي هو نايم عليها البيشنت، تدخل جوه الجانتري، بنلف حوالين البيشنت 360 درجه، وبعدين الترابيزه دي تقوم متحركه حركه كمان وتثبت، وبعدين تلف الاشعه حوالين البيشنت 360 درجه، وبعدين الأشعة ترجع تاني للزيرو بوزيشن، الترابيزة تروح داخلة كمان سنة، وبعدين نصورها تاني 360 درجة، وهكذا كل شوية نصور 360 درجة، وبعدين الترابيزة تتحرك سنة لجوه، فيقوم نصور اللير اللي بعدها. الترابيزة تتحرك سنة لجوه، وبعدين نصور اللير اللي بعدها في صورة حلقات. القصة دي كانت بتاخد وقت، فقالوا لا احنا نعمل ايه؟ بدل ما نصور حلقات نصور على طول كونتينيوس عبارة عن سبايرال موفمنت.
السبايرال موفمنت دي بتشبه قوي تقشير البرتقانه بالطريقه الهيليكال او السبايرال، ودي الفكره بتاعتها. وكمان ما بقاش محتاج ان الجهاز نفسه يرجع للزيرو بوزيشن، كان في الاول دايما بعد ما ياخد اول لاير يرجع للزيرو بوزيشن عشان كان في كابلات، الكابلات دي لو قعدت تلف كتير حوالين نفسها هتتقطع. دلوقتي بقى عندهم تكنولوجي اسمها السليب رينج، ففي الاخر بقى مش محتاج اي حاجات ان هي تتحرك او كابل يلف، بقت حاجات متلامسه مع بعض، حاجه بتدي باور سبلاي وحاجه بتاخد الداتا من الجانتري. واتيفر كان ايه التكنيك اللي انت بتصور بيه، شيء اساسي وبديهي ان كل ما السلايسز دي تبقى اوفرلابد مع بعض زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هنا، كل ما يبقى عندك داتا اكتر كل ما الريزوليوشن بتاع الصوره يبقى احسن. ولو انت عملت جاب بين السلايسز زي ما احنا شايفين هنا، سواء كان ده في السبايرال سي تي او حتى في السي تي العادي في جاب هنا، فمعناها ان الداتا اللي عندك اقل، والداتا اللي عندك لما تكون اقل معناها ان الصوره اقل. بس هنا في نقطه مهمه جدا، الداتا الاقل معناها اكسبوجر اقل، معناها ان الدوز بتاعت البيشنت هنا كانت اقل. فانت لازم تقيم احتياجاتك، هل انت محتاج تصور بالهاي ريزوليوشن فهتخلي كل السلايسز لازقين في بعض بحيث ما فيش اي جاب بين السلايسز وعندك داتا كتيره جدا، بس قصاد كده اخدت دوز عاليه عشان انت محتاجها عشان محتاج الريزوليوشن العالي، ولا تخلي في جاب بين السلايسز عشان انت مش محتاج الريزوليوشن العاليه according للانديكيشن بتاعتك. ودي مصطلح بيطلق عليه اسم بيتش فاكتور، لما يكون واحد او اقل من واحد ده معناها ريزوليوشن عالي جدا، ولما يكون اعلى من واحد معناها ان الريزوليوشن بيقل. دلوقتي احنا خلصنا الابجريد اللي حصل في السي تي جنريشن، هنروح لابجريد مهم جدا وعمل طفره جدا في مجال طب الاسنان وهو الكون بيم سي تي، ده تطوير من السي تي. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط ان اول حاجه فكروا فيها التيوب، مصدر الاشعه. مصدر الاشعه بيبقى مصدر قوي جدا وبيطلع اشعه كتير جدا في حالات السي تي عشان هو محتاج داتا كتيره جدا وممكن يصور الفول بادي وحاجات تانيه كتير. احنا عندنا في الاسنان مش محتاجين السوفت تيشو بنسبه كبيره، اغلب تصويرنا بيخلينا نصور البون، الروتين ورك بتاعنا زي اللي احنا بنستخدمه في افلام بري ايبيكال والوايت وينج والبانوراما، بنحتاج مينلي نركز على البون. وبالتالي احنا محتاجين تيوب مش بنفس القوه بتاعت السي تي، ودي هيدينا ميزتين، اول ميزه ان احنا قللنا الدوز اللي بيتعرض لها البيشنت، وتاني ميزه ان الجهاز بيبقى سعره ارخص. النقطه اللي بعد كده ان احنا في الكون بيم سي تي بنحتاج نركز على راس البيشنت، مش محتاجين ان احنا نصور الفول بادي. كمان احنا بنحب نصور زي البانوراما، يعني هي لفه واحده وخلاص، مش لسه ناخد اكزيال كاتس، لا هي مره واحده بس، احنا عاوزين نصور الفوليوم كله في مره واحده. وبالتالي زودنا عرض الشعاع، فبقى شكله بدل ما كان فان بيم بقى كون بيم، ومن هنا جت التسميه كون بيم سي تي. يتبع الكلام ده ان اللاين اوف ديتكتورز ما بقوش كافيين، وبقينا محتاجين حاجه اسمها اريا ديتكتورز. ده اول بريك معانا النهارده، لو حاسس نفسك استوعبت كل اللي فات ولسه عندك طاقه كمل، لو حاسس نفسك مش قادر او في اجزاء من اللي فاتت ما استوعبتهاش خلاص، يبقى المره الجايه اسمع الجزء الاولاني من تاني. اتكلمنا في السكشن اللي فات على ان احنا عندنا جهاز اسمه السي تي وجهاز اسمه الكون بيم سي تي. السي تي كان بيلف حوالين البيشنت بفان بيم ومصدر الاشعه قوي جدا وديتكتورز، وطورناها وبقت مالتيبل لاين اوف ديتكتورز، وبيصور اكزيال كاتس، بياخد كل الاكزيال كاتس دي يجمعها مع بعض يكون عندي فوليوم، وبعدين الفوليوم ده اشوف فيه انا الحته اللي تعجبني واقطع اي سلايس تعجبني. بينما الكون بيم سي تي هي لفه واحده بس حوالين البيشنت، شعاع شكله عامل زي الكون، جهاز المصدر بتاع الاشعه اضعف من جهاز السي تي، وعندي اريا ديتكتور في الاخر بصور كل الفوليوم وبعدين اقطع زي ما انا عاوز. ده تصوير مين؟ السي تي ولا الكون بيم سي تي؟ ده تصوير الكون بيم سي تي لان هو صور الفوليوم كله في لفه واحده، حاجات تشبه الانتروبوستيريور واللاترال، لفيت حوالين البيشنت 360 درجه عشان اخد داتا 360 درجه فاقدر اعمل بيها حاجه 3D. اللي بيحصل قدامنا ده بنقدر نسميه حاجه اسمها البيزس بروجيكشن. ملخص سريع كده للموضوع، السي تي بياخد الحاجات سلايسز
اكزيال سلايسز زي ما احنا شايفين هنا في رغيف العيش ده، وبعدين يجمعها، وبعد ما يجمعها قطع بقى براحتك زي ما انت عاوز. لكن الكون بيم وضعه مختلف، الكون بيم بشعاع عامل زي الكون اخد كل الفوليوم مع بعضه وبعدين بيقطع زي ما هو عاوز في الاخر. في افلام الاشعه العاديه احنا كان عندنا اللاير دي واللاير دي واللاير الثالثه، الثلاثه بيبقوا سوبر امبوزد على بعض في الفيلم. فانا بشوف اند ريزلت على الفيلم مثلا، ونفترض هنرمز للاند ريزلت برقم نسميها 20، انا هشوف على الفيلم ده 20، هل انا اقدر اعرف الرقم هنا بيساوي كام والرقم هنا ده بيساوي كام والرقم هنا ده بيساوي كام؟ لا، انا شفت كل الحاجات على بعض. السي تي والكون بي سي تي الوضع مختلف، بيبقى عندك الاند ريزلت اللي هي 20، السوفت وير بيقدر يعرف اللاير دي مقدارها كام، وبعدها اللاير دي مقدارها كام، وبعدها اللاير الثالثه دي كمان مقدارها كام، فيقدر يعرف ان اللاير دي 4 واللاير دي 10 واللاير دي 6، وتقدر تشوف كل لاير منهم لوحدها مش سوبر امبوزد على بعض. سوبر امبوزد يعني تشوف الاربعه والعشره والسته مع بعض، يعني تلاقي الاند ريزلت اللي هي 20 مع بعض على نفس الفيلم. هنا الوضع مختلف، هنا بتشوف سلايسز، كل سلايس مش سوبر امبوزد على السلايس اللي بعدها، بتقدر تشوف السلايس براحتك. وده اسمها تومو، مقطع لاتيني معناه سلايس، جرافي يعني التصوير بالسلايسز. وعشان تقدر تعمل الطريقه دي من التصوير بنحتاج ان احنا نستخدم الكمبيوتر عشان يقدر يحلل لي المعادلات اللي بتنتج من التصوير والداتا الكتيره جدا ويعملها لي في شكل صور، عشان كده بقى اسمها كمبيوتر توموجرافي او اختصارا السي تي. تعالوا نبسط الموضوع اكتر. الموضوع يشبه بالظبط لعبه مشهوره جدا اسمها السودوكو. انا لو قلت لك انا عندي نتائج هنا اربعات وعندي نتائج هنا اربعات، اشعه جايه من هنا ادتني ريزلت اربعه، وجايه من هنا ادتني ريزلت اربعه، ومن فوق ادتني ريزلت اربعه. السؤال بقى هنا، المربع ده والمربع ده والمربع ده والمربع ده قيمتهم كام؟ اي حد بيلعب سودوكو هيقدر يعرف بمنتهى البساطه ان يحط هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2، وده حل بمنتهى البساطه، دايما هيديني اند ريزلت 4 في كل الاتجاهات. نفس الفكره بالظبط بتنطبق على الاشعه. لو انت عندك اند ريزلت 13، لو انت عرفت المربع الاولاني فيه كام والمربع الثاني فيه كام، هتبقى ما عندكش سوبر امبوزيشن، هتبقى بصيت على اللاير دي لوحدها واللاير دي لوحدها. بس في مشكله، الموضوع مش بمنتهى البساطه، هي مش اربع مربعات، هي مربعات كتيره جدا، وبالتالي انت مش هتقدر تحلها بمخك. فحل الموضوع ده الجوريزم على جهاز الكمبيوتر اخترعها عالم اسمه هاونسفيلد، واخد عليها جائزه نوبل. وعشان هو اللي اخترع الموضوع ده قالوا ان بعد ما يتحل المساله الرياضيه دي ويطلع قيمة أي مربع من دول مثلا 3 أو 8، وده بيمثل تأثير هذا المربع على الأشعة أو كمية الأشعة اللي عرفت تعدي من هذا المربع، خلاصة الموضوع إن الرقم ده دايما بيتسمى هاونسفيلد يونت. وحسب بقى هو رقم صغير في حدود الزيرو يبقى غالبا بيمثل المية، ولا رقم كبير 700 800 بيمثل البون، ولا أرقام تانية بتمثل السوفت تيشو، وهكذا. اسمها هاونسفيلد يونت، ودي الاند ريزلت بتاعت الالجوريزم اللي عملها هاونسفيلد اللي هو اخد جائزه نوبل، اللي بتحلل الموضوع، ومن هنا جه اسم الكمبيوتد توموجرافي اي الايمجينج باي سلايسز. يعني احنا من الاخر كده لو جينا نتكلم ان الهاونسفيلد يونت بتاعت اي جزء طلعت صفر، يبقى الجزء ده تقريبا هو الميه. لو حاجة طلعت كبيرة خالص مثلا نفترض ان هي طلعت 1000، يبقى الجزء ده بون، وهكذا. دي اسمها الهاونسفيلد يونت، وعلى اساسها بتحدد الحاجة دي بيضة ولا سودة، يعني الحاجة دي ريدي اوبيك ولا ريدي لوسنت. طبعا البون هيبقى ريدي اوبيك زي ما احنا متعودين، والسوفت تيشو بتبقى ريدي لوسنت اكوردنج للهاونسفيلد يونت بتاعت الحاجة. لو استوعبت الجزء اللي فات، احنا المفروض نبقى دلوقتي شرحنا في حدود التلت ساعة، تقدر تكمل. لو حسيت ان بدأت تفلت منك حاجات يبقى خلاص وقف ونكمل وقت تاني.
ده شكل جهاز السي تي زي ما قلنا قبل كده، تيبل وجانتري بيبقى جواه جهاز اشعه وجواه ديتكتور، والتيبل بتدخل جوه الجانتري، وحسب بقى هو كان سبايرال سي تي ولا سي تي عادي، وايه اخبار الديتكتورز بتاعته، هل هي ام اس تي ولا ديتكتور صف واحد بس. ده شكل اجهزه الكوم بيم. طبعا احنا عندنا البيشنت بيفضل ان هو يبقى يا اما قاعد يا اما واقف. ده جهاز مثلا شكله هو البيشنت هو قاعد، وده جهاز بيصور البيشنت هو واقف. لما البيشنت بيقعد على جهاز الكوم بيم سي تي او السي تي، بنحدد حاجه اسمها الفيلد اوف فيو. احنا عاوزين نشوف ايه؟ هل عاوزين نشوف فيلد اوف فيو صغير، ولا عاوزين نشوف فيلد اوف فيو كبير، ولا عاوزين نشوف فيلد اوف فيو كبير جدا؟ فنقدر نقسم الموضوع في الفيلد اوف فيو الى سمول وميديوم ولارج. في ناس بيقسموا الفيلد اوف فيو نيوميريكال، يعني يقول انا صورت مساحه 8 في 10، انا صورت كذا في كذا، رقمين بيضربهم في بعض حسب الطول والعرض بتاع الحاجه اللي هو صورها. وفي ناس بيحبوا يسموا الحاجه، يعني يقول انا صورت كوادرانت جزء صغير كده، انا صورت ارش كامل، انا صورت ابر ولور باي ارشز، انا صورت ماكسيلو فيشيال، انا صورت فول سكال، وهكذا. وفي ناس بيحبوا تسميات تانية، يعني يقولوا اند مود، يعني انا مركز قوي بهاي ريزوليوشن جدا على سنتين ثلاثه. ودي انواع مختلفه من الفيلد اوف فيو، من الصغير للكبير. ده طبعا اصغر فيلد اوف فيو، ويليه ده تاني واحد فيهم، وده فيلد اوف فيو اكبر شويه، وده اكبر فيلد اوف فيو. في بعض الاجهزه ما بتعرفش، عشان يبقى الجهاز سعره رخيص بيصمموا لك جهاز ما بيقدرش يصور فيلد فيو كبير. فبعض الشركات حلوا الموضوع ده، ان هو بيعمل حاجه اسمها ستيتشنج، يعني يصور فيلد فيو صغير، وبعدين يصور جنبه فيلد فيو صغير، وبعدين يركب الاثنين على بعض. حاجه اسمها ستيتشنج. بتعرف ازاي الفيلد فيو اللي انت هتصوره؟ قبل ما بتصور بتعمل حاجه اسمها سكاوت. السكاوت ده دلال او كشاف ليك. بمنتهى البساطة ممكن تصور البيشنت لاترال أو تصوره أنترو بوستيريور زي الصورتين اللي ظاهرين قدامنا، وبعدين هنا مثلا ده أنا مش محتاج إن أنا أصور الساينس، يعني الأريا دي كلها أنا مش محتاجها، فتقوم تقلل المساحة على الشاشة اللي قدامك، تعمل لها كروب، وبالتالي لما هتيجي تصور حوالين البيشنت 360 درجة مش هيطلع معاك الماكسيلاري ساينس، وبالتالي هتقلل الفيلد اوف فيو اللي أنت بتصور بيه البيشنت لو الحتة دي أنت مش محتاجها، وطبعا ده هيقلل الدوز اللي بيتعرض لها البيشنت. في اجهزه فيها سكاوت لاترال، في اجهزه فيها سكاوت انترو بوستيريور، في اجهزه فيها الاثنين. فالفكره كلها انك تستخدم السكاوت ده عشان تحدد الفيلد اوف فيو اللي انت عاوز تصوره. نقطه كمان مهمه، في ناس بتستخدم اسم السكاوت ده ككشاف او دلال لاي حاجه بتساعدك. يعني ولنفترض انك قاعد جوه السوفت وير بتاع الكوم بيم سي تي او بتاع السي تي، وبتتفرج على مالتيبل سلايسز، في زي كشاف كده بيقول لك انت في انهي سلايس، انت طلعت قدام، رجعت ورا، طلعت فوق، نزلت تحت، فبيسموا ده، بيعتبروه ان هو السكاوت بتاعها. هو سكاوت يعني كشاف او دلال. الصور بقى دي كلها اللي اتاخدت بتتحفظ بصيغه اسمها الدايكوم، يعني ديجيتال ايمجينج اند كوميونيكيشن ميديسن. عارفين ملفات الوورد ملفات بتتحفظ بصيغه دوك او دوكس، ملفات البي دي اف، كل صيغه معينه من الملفات بيبقى ليها امتداد محدد. ملفات الاشعه بتبقى اسمها دايكوم، وممكن اختصارا يرمز لها بـ DCM، ودي ملفات الاشعه اللي بيقدر بعدين اي حد مع الملفات دي يتعامل معاها عن طريق سبيشالي ديزاين سوفت وير، ودي اشهر سوفت ويرز اللي موجوده قدامكم، دي اشهر سوفت ويرز موجوده في مصر. السوفت ويرز دي ممكن يبقى معاك حاجه منها اسمها الفيور، بتاخد الدايكوم فايل بتاع حاله محدده وتقدر انك تشغله على الفيور ده. جهاز الكمبيوتر الرئيسي اللي بيبقى موجود مع المكان اللي عنده الجهاز اللي بيصور، يعني اللي عنده البيشنت بيتصور، بيبقى اسمه ورك ستيشن. يبقى احنا عندنا فيه سوفت وير واجهزه رئيسيه اسمها الورك ستيشن، بتبقى موجوده في المكان اللي بنصور عنده، وفي حاجه اسمها الفيور، ده بيبقى معاك عادي على اللابتوب، على اي جهاز عندك، على البي سي عادي معاك، تقدر تشغل بيه حاله او اكتر من حالات حسب نوع البرنامج اللي انت تتعامل معاه. هل معنى كده ان صور الاشعه بتتحفظ بس دايكم؟ لا، الدايكوم فايلز ميزتها ان فيها البيشنت داتا وفيها كل الفوليوم بتاع الحاله، وده بيسمح لك انك تتحرك في الصوره كويس، تطلع فوق وتنزل تحت وتشوف السلايس اللي انت عاوزها. في سلايس معين عجبتك ينفع تاخد منها سكرين شوت وتحفظها باي صيغه من صيغ الصور العاديه بتاعتنا المشهوره جدا.
هنشوف ازاي الصور في كون بيم سي تي على الفيور او في السي تي على الفيور. مبدئيا كده لازم تبقى عارف ان الصور بتتكون من حاجه مشهوره جدا اسمها البيكسلز. البيكسلز اللي كل ما عددها يكتر وكل ما احجامها تقل كل ما الصوره الريزوليوشن بتاعها يبقى اعلى. عشان كده لما بتروح تشتري موبايل بتدور على امكانيات الشاشه تكون اعلى رقم من الميجا بيكسلز عشان الريزوليوشن يبقى اعلى. شيء بديهي ان كل ما البيكسلز عددها بيزيد وحجمها بيصغر كل ما الريزوليوشن بتاع الحاجه بيتحسن، لكن هنا عشان البيكسلز كبيره جدا ما قدرناش نحدد الفاين ديتيلز او الحاجات بتاعت تيشوز قريبه قوي من بعض. تعالوا نبص على الصور اللي قدامنا. لو احنا قلنا ان ده السوفت تيشو وده البون وده اير، رحت جاي حطيتها على البيكسلز دي، هي دي الشاشه بتاعتي ودي امكانياتها وده عدد البيكسلز بتاعتي، اللي هيحصل ان كل واحده من دول ليها رقم عشان تظهر في الصوره. طبعا الاير مش هيظهر باي حاجه خالص فنسميه صفر، والسوفت تيشو هتبقى 100، والبون عشان تقيل خالص هنرمز له بالرقم 200. السؤال هنا بقى، ايه اللي هيحصل في المربع ده اللي فيه بون وسوفت تيشو مع بعض؟ اللي هيحصل ان هيبقى له قيمه متوسطه اللي هي 150 بيسموها partial volume average، واللي هيحصل ان هنا الحته دي مش حبان فيها resolution كويس والشاربنس والريزوليوشن بتاعت الصوره في المنطقه دي هتقل. لو عاوزين نرتقي شويه بالمصطلحات بتاعتنا هنسمي الجزء ده spatial resolution. هنسميه ايه؟ spatial resolution. ايه المقصود بيه؟ المقصود بيه هو قدره الجهاز والاشعه اللي قدامي على ان هي تبين لي الفاين ديتيلز، يعني حاجات وهي بعيده عن بعض اي صوره هتبينهم، لكن ايه رايك بقى الحاجات لما تقرب قوي من بعض؟ انت محتاج سيستم ريزولوشن فيه عالي عشان كل ما الحاجات تقرب من بعض كل ما تظهر واضحه ان هي مفصوله عن بعض في السيستم بتاعك. ده اسمه السبيشال ريزوليوشن، وبيتقاس بحاجه اسمها اللاين بير. انا بقدر اشوف كام خط في الملي. عشان تبقوا عارفين السبيشال ريزوليوشن ده لما تيجي تقارن مثلا جهاز البانوراما بجهاز البري ايبيكال العادي، تفتكروا مين يكون فيه السبيشال ريزوليوشن اعلى؟ البري ايبيكال السبيشال ريزوليوشن فيه اعلى. ليه؟ عشان البري ايبيكال تصوير في حاله ثبات، الفيلم ثابت وجهاز الاشعه ثابت، بينما في البانوراما تصوير في حاله حركه. طبعا في فاكتورز تانية كتير بس ده ابسط مثال اقدر اوضحه لك. هات موبايلك بنفس امكانيات الكاميرا صور صوره، وبعدين صور صوره تانية وانت بتحرك الموبايل، مين الصوره اللي يطلع الريزوليوشن والشاربنس فيها احسن؟ اكيد الصوره الثابته. فالسبيشال ريزوليوشن برضو بتاع الكون بيم سي تي وبتاع السي تي اقل من الانترا اورال 2 دي ايمجنج اللي فيها الفيلم ثابت وجهاز الاشعه ثابت. لكن لما يجوا يقارنوهم ببعض طبعا السبيشال ريزوليوشن بتاعهم مقبول، بالذات وان هو جميل جدا لان مفيش سوبر امبوزيشن، فانت مش محتاج السبيشال ريزوليوشن العالي. فانت لو قارنت السبيشال ريزوليوشن بتاع الكون بيم سي تي والسي تي بالانترا اورال الحاجات الايمجز الثابته هتلاقي لا الانترا اورال اعلى. لو قارنت بقى الكون بيم سي تي والسي تي مع بعض مين احسن في السبيشال ريزوليوشن؟ دي نقطه خلافيه كتير جدا. اول ما طلع الكون بيم سي تي كانوا بيقارنوه باجهزه سي تي قديمه خالص، فكان طبعا نتائج الكون بيم تطلع احسن، لكن السي تي قعد يتطور لحد ما بقت السبيشال ريزوليوشن بتاعه كويس. في استخدامات بيفضل فيها السبيشال ريزوليوشن بتاع الكون بيم، وفي استخدامات بتفضل السبيشال ريزوليوشن بتاع السي تي. خلاصه الموضوع ان السبيشال ريزوليوشن بتاع الكون بيم سي تي والسي تي الاثنين كويسين، لكنهم هما الاثنين اقل من الانترا اورال ايمجنج. بعد ما فهمنا موضوع البيكسلز وفهمنا موضوع السبيشال ريزوليوشن، عاوز اقول لك بقى ان 3 دي ايمجنج مش معتمد على البيكسلز، معتمد على حاجه ثلاثيه الابعاد اسمها الفوكسلز. يعني من الاخر اي صوره ثنائيه الابعاد بتبقى مقسمه الى حاجه اسمها بيكسلز، صوره ثلاثيه الابعاد بتبقى مقسمه الى حاجه اسمها الفوكسلز، والفوكسلز دي عباره عن مكعبات هي اللي بتكون لي الصوره ثلاثيه الابعاد. طبعا شيء واضح وصريح ان المكعبات دي لما تبقى متساويه الاضلاع بترسم لي صوره شكلها احسن، ودي بيسموها الايزوتروبيك فوكسلز.
ودي كانت في وقت من الاوقات ميزه في الكون بيم سي تي عن السي تي، ان كان دايما ايزوتروبيك فوكسلز، بس السي تي بعد فتره اتطور وبقى برضه ايزوتروبيك فوكسلز. يعني اذا الاثنين الكون بيم سي تي والسي تي حاليا الاثنين ايزوتروبيك فوكسلز، حاليا الاثنين السبيشال ريزولوشن بتاعهم زي بعض، وحاليا الاثنين كويسين في السبيشال ريزوليوشن، وما زال اقل من السبيشال ريزوليوشن بتاع الستاتيك 2 دي ايميجنج انترا اورال. خد لك بريك عشان هندخل على حاجة اعلى من كده. الصورة بقى هشوفها ازاي؟ الصورة بمنتهى البساطة قدامي كذا اوبشن، يا اما اشوفها زي ما انا شايف في الفيديو اللي بيتحرك هنا ده ك3 دي ايمج، بنسميها فوليوم ريندرنج، يعني انا اشوف كل الفوليوم مع بعضه، يا اما بمنتهى البساطه اقسمها الى لايرز، يعني بدل ما اشوف فوليوم كله مع بعضه ابص على لايرز. اللايرز دي بتتسمى حاجه اسمها الاكزيال لو كاني باصص على البيشنت من فوق، ساجيتال لما اقطع بارل للساجيتال سوتشر، وكورونال لما اقطع برر للكورونا سوتشر، كان البيشنت بيلبس تاج بشوف عنده الرايت سايد والليفت سايد مع بعض. يبقى اتفقنا ان عندي حاجه اسمها الساجيتال لو انا قطعت مع الساجيتال سوتشر، طبعا لو جيت في النص بالظبط يبقى عند الميد ساجيتال اللي بيقسم لي البيشنت لنصين متساويين، اي حاجه برر ليه بتبقى اسمها الساجيتال. وبعدين عندي الاكزيال اللي هو بيطلع وينزل اللي هو موجود عندي في المنطقه دي، بيبقى شبيه شويه بالاكلوزال بفيلم الاكلوزال لما احنا بنصوره انترا اورال. وعندي الكورونال، الكورونال ده اللي السطح اللي بيطلع وبيطلع لقدام وبيرجع لورا وبيقسم لي وبيبين لي الرايت سايد والليفت سايد بتوع البيشنت. في عندنا كات اسمه الساجيتال كات اللي هو ده، واي حاجه برر ليه بيبقى اسمه الساجيتال. الترانسفيرس ده اللي بنسميه الاكزيال كات، وفي موديفايد كاتس، يعني بدل ما انا الترانسفيرس ده مش عاجبني قوي بيقطع في الدراع اوبليك عشان الدراع متحرك سنه، انا ممكن اقطع بالبنديكولار على الدراع فبسميه موديفايد كات او اوبليك كات. الموضوع بالظبط عامل زي الخيارة اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي هتكمل معانا كتير جدا في الشرح. انا بقطع هنا، دي نقدر نسميها من الخيارة اكزيال كاتس، لان كأن الخيارة نايمة كده وانا قطعتها اكزيال كاتس، واخد اي سلايس من دول واتفرج عليها زي ما انا عاوز. طبعا بقدر احدد انا هقطع كل مسافة قد ايه، ممكن اقطع هنا وبعدين اقطع بمسافة كبيرة، ممكن اقطع في مسافات قريبة من بعض. كمان حتى السلايس سيكنس ده نفسه انا بقدر اتحكم فيه، انا بصور بقى وبشوف انهي صوره بانهي سلايس. تعالوا نبص على الفيديو ده. When viewing CBCT scans, we speak in terms of planes or the axis of orientation. When viewing the axial plane, we're moving from the top of the head down to the chin or vice versa. In the sagittal plane, we're moving from ear to ear. And lastly, in the coronal plane, we're moving from the nose to the back of the head, or from the back of the head to the nose. الفيديو اللي فات احنا شفنا الحركة ازاي فوق وتحت ويمين وشمال، دلوقتي بقى هنشوف تأثير الحركة دي بيطلع لي سلايس شكلها ايه. الصور دي صور MRI، ان شاء الله بإذن الله عندنا الأسبوع الجاي محاضرة على MRI بإذن الله برضو هنزلها لكم اللي حابب يسمعها يعني. اتفضلوا معانا بقى الكيكة دي، شوفوا القطعة الأولانية دي الساجيتال كات، القطعة التانية اللي في النص دي الكورونال كات، والقطعة اللي على اليمين هي الأكزيال كات.
تعالوا ناخد اكتر مثال على الكورونا كات. احنا عندنا كورونا سوتشر زي اللي احنا شايفينه قدامنا. لو انت قطعت مع الكورونا سوتشر، قطعت سلايس في المنطقة دي كده، هنا سلايس كده، السلايس دي بعد ما تقطعها هتنزل فيرتيكال ويظهر لي الاند ريزلت اللي احنا شايفينها قدامنا على اليمين. تقدر تتحكم في السلايس دي انك ترجعها ورا شوية كده عند المنطقة دي، فتقدر تلاقي ان السلايس دي فيها الكوندايل مثلا، او تطلع قدام قوي خالص فتشوف النيزل بون، وات ايفر كنت انت عاوز تصور ايه بالظبط. كمان تقدر بدل ما تخلي السلايس دي واحده بس تخليها مالتيبل سلايسز، زي ما بنشوف في التقارير تلاقي مالتيبل سلايسز كده في فيلم كبير جدا. وتقدر السلايس سيكنس تزودها، يعني بدل ما هي سلايس سيكنس الحته دي كده بس، بدل ما ده السيكنس بتاع السلايس، لا خلي السلايس سيكنس كل المساحه دي. عارف لو خليتها كل المساحه دي هيبقى ده الشكل النهائي اللي عندك. يبقى ده النتيجه بتاعه الكورونا كات. ممكن بدل ما امد السلايس للاخر اقصها هنا، فالنتيجه تطلع ان الكاتس اللي انا هشوفها قدامي تطلع بالشكل اللي انا شايفه ده. اقدر بدل ما هم كات واحده اخليهم ثلاثه. ايه اللي حصل؟ بقى عندي 3 ديفرنت كاتس. يعني انا بتحكم في النمبر اوف سلايسز، نمبر اوف كاتس، بتحكم في السيكنس اوف سلايسز او السيكنس اوف كاتس، بتحكم في المسافه بتوين سلايسز، بتحكم في اللينث اوف سلايس، وكل ده بيبقى عندي زي سكاوت. يعني انا ممكن اعتبر ان ده السكاوت بتاعي، ده الدلال اللي بيقول لي انا فين بالظبط في الكات دي. اوكي، وده رسم توضيحي بس، يعني الاناتومي فيه مش دقيقه قوي. بصوا في الصور اللي فوق دي، كورونال كات دلوقتي رقم 2، ده مكانه فين انا مش عارف. ابص على هنا دليل لي رقم 2 فاعرف ان انا قاطع في المنطقه دي، يبقى السلايس دي بتاعت المنطقه دي. بعرف ازاي ان ده كورونال؟ ان انا الاقي فيه الليفت سايد والرايت سايد، وبعدين الاقي اللور وفوقه الابر، وبعدين الماجزيا ساينس والاوربت فوق بعض، الحاجات محطوطه فيرتيكال فوق بعض. الصعوبه اكتر بتحصل امتى بقى؟ لما يكون الفيلد اوف فيو صغير، يعني مصور الحته دي بس. فاللي متعود ان هو دايما بيميز الكورونال عن طريق ان هو يشوف الرايت سايد والليفت سايد ما بيلاقيهمش. فبيتصرف ازاي ساعتها؟ بسيطه جدا، بدل رايت وليفت سايد ميز ان هنا عندي فيه اللينجوال وهنا في ايه؟ الناحيه البكر. لما تلاقي لينجوال وبكر وبعدين تلاقي الحاجات محطوطه فوق بعض، مرصوصه فوق بعض، يبقى ده مين؟ ده الكورونا. الساجيتال لا بقى، الساجيتال بتلاقي البيشنت باص انترو بوستيريور، يعني انتيريور اهو من الناحيه دي هنا كده في السلايس دي، والبوستيريور هنا، والحاجات برضو فوق بعض. يعني الكورونا والساجيتال الحاجات فوق بعض، بس الفرق ان الساجيتال انترو بوستيريور، لكن الكورونا لا، رايت وليفت او بكل ولينجوال. نفس القصه، انا مش عارف المكان ده هنا فين بالظبط، اروح باصص على 3 دي اللي هنا او على اي سكاوت، اي حاجه دلال ليا بتقول لي ده مكان القطعه دي مكانها فين بالظبط. خليك فاكر ان انا بتحكم في السيكنس اوف سلايسز، في المسافات بين السلايسز، وفي النمبر اوف سلايسز. الاختبار كده سريع، افتكروا الصوره الاولانيه دي ايه، والتانية دي ايه، والتالتة دي ايه. انا عملت لكم صح من قبل ما تبدأوا اصلا. واللي مش فاكر هحط الحروف كاختصارات. بالظبط، اول واحدة الكورونال، واللي في النص هي الاكزيال، واخر واحدة هي السجدان. هلا نبص مع بعض كده. دلوقتي الـ 3D بقى البوزيشن بتاعه كده، يبقى اي كات انا هقطعها في هذا الاتجاه هتبقى ايه؟ هتبقى بالظبط ساجيتال سوتشر، ساجيتال فيو. ليه ساجيتال فيو؟ ان هو باص انترو بوستيريور والحاجات فوق بعض. لكن لو مشيت قدام ورا، ده مين ده؟ ده الكورونال، رايت وليفت او بكال ولينجوال، والحاجات فوق بعض. لو شايف حاجه تشبه الاكلوزال يبقى ده الاكزيال. ايه الفرق بين الاكزيال والاكلوزال؟ الاكزيال دي سلايس واحده بس، لكن الاكلوزال بيصور لي كل الاريا، كل الماندبل بيبقى سوبر امبوزد على بعضه، لكن دي سلايس واحده بس، وبحدد البوزيشن بتاعها من السكاوت، وبقدر اتحكم في السلايس سيكنس. ولو زودتها قوي بشكل يخلي الماندبل كله يدخل معايا هتبقى شبه بالظبط الاكلوزال. بس في عندي ميزه عن الاكلوزال، وهي ايه؟ وهي ان هنا التصوير ده بيطلع لي الصور 1 تو 1،
ما فيهاش ماجنيفيكيشن. تعالوا نبص مع بعض على حالة الكون بيم دي. الكات دي اسمها ايه؟ كورونال كات. خلينا ننزل لتحت عشان اسهل. الاكزيال كات اللي تشبه الاوكلوزال، وده طبعا اللي فاضل لنا مين؟ الساجيتال. امال ايه ده؟ ده الفوليوم ريندرنج، وهنا مظبوط على شكل ديني 3 دي للبون. يبقى انا عندي حاجه اسمها اكزيال كات، كورونال كات، ساجيتال كات، فوليوم ريندرنج زي ايه؟ ال 3 دي بتاع البون. على فكره الاكزيال والكورونال والساجيتال مع بعض ثلاثه بيسموها ام بي ار، مالتي بلانر ريفورماتنج. ايه رايكم في الحاله الصعبه دي؟ تعالوا نبص على ده. ده يشبه فيلم الاوكلوزا صح؟ على فكره لو الدنيا صعبه بالنسبه لك كمل الصوره، يعني ده مثلا تحس ان ده القرش ماشي كده صح؟ لو كملت القرش كده هتبقى عارف ان ده اكزيال. طب كمل ده الناحيه الثانيه كده، والحاجات مرصوصه فوق بعض، يعني ادي بدأ عندي اللور وادي الابر وبعدين الساينس، يبقى ده مين؟ الكورونال. ده ماشي كده انترو بوستيريور، او عندنا في الاسنان بنسميها ميزو ديستال، والحاجات فوق بعض، فيبقى ده مين؟ الساجيتال. يبقى عندنا الاكزيال والكورونال والساجيتال. دي خدناها قبل كده، كورونال ساجيتال اكزيال و3 دي كمثال على الفوليوم ريندرنج. قلنا الثلاثه دول مع بعض بيتسموا ايه بالظبط؟ ام بي ار، مالتي بلانر. عاوز افاجئك مفاجاه We have كمان. an infinite number of possible planes and ways to draw planes. Any plane that is not a sagittal, coronal, or transverse plane is described as an oblique plane. So we can draw a plane like this, which goes side to side, but also runs slightly up and down and slightly front to back. This is an oblique plane. يعني من الاخر انا مش شرط اقطع اكسيال وكورونال وساجيتال، بس انا عاوز اقطع عشان حاجه تانيه. فاكرين في سلايد كده فاتت قلت لكم فيها على الكوركتد كات او الموديفايد كات او الاوبليك كات؟ عشان انا كنت عاوز اشوف الدراع ما كانش متناسب معايا قوي. وكذلك عندنا في الاسنان اي حاجه عاوز تشوفها تقدر تظبط الانجوليشن بتاع الكات حسب استخدامك انت بالظبط ايه. يعني مش شرط انا لو قطعت كده زي الخط ده اللي هنا، تفتكروا ده ايه؟ يطلع لي ايه بالظبط؟ يطلع لي كورونال. ولو قطعت هنا كده يطلع لي ساجيتال. قام جه واحد ناصح وقال لا، انا عاوز اعمل قطع يمشي مع الارش بتاعنا، مع الدنتال ارش بتاعنا. يعني هو شرط يعني ان القطع ده يكون ستريت فورورد، انا عاوز اخليه كيرفد سلايس. بيفكركم حاجه؟ تعالوا نبص على الفيديو عشان نفتكر. فاكرين كان في حاجه اسمها فوكال ترف تخيليه بحط جواها البيشنت عشان اصوره سلايس، تكنيك معتمده برضو على التوموجرافي ايمجنج سلايس، ومعتمده كمان على حاجه اسمها السكانوجرافي، فاكرينها؟ البانوراما، الاو بي جي، فوكال ترف بحط جواها البيشنت صح؟ وبيحصل عندي مشكله رهيبه جدا لو البيشنت طلع اوتسايد الفوكال ترف، الاريا دي ما تبقاش واضحه، والبيشنت افرض اصلا ما ينفعش يتظبط على الفوكال ترف عشان هو حجمه كبير مثلا، او البيشنت مش افريج بيشنت، هتعمل ايه ساعتها؟ تعالى بقى على الكون بيم سي تي. الكات دي اسمها ايه؟ اكزيال كات. ارسم حدد له الكيرفيتشر بتاعت ايه؟ الارش. عارفين ايه اللي هينتج عندي؟ هينتج عندي من الاكزيال ده هينتج عندي حاجه تشبه البانوراما، فيسموها بانوراما لايك. يسموها ايه؟ بانوراما لايك او ريفورمات البانوراما. يبقى انا عندي اكزيال وكورونال وساجيتال اللي اسمهم ام بي ار، وعندي 3 دي اللي هو اكزامبل الفوليوم ريندرنج، وعندي البانوراما لايك اللي انا بعملها على الاكزيال لما برسم الارش اللي انا عاوزه، وممكن كمان احدد السيكنس بتاعي عشان ما ادخلش معايا السوفت تيشو اللي جوه هنا ولا السوفت تيشو اللي بره، فالريزولوشن بتاعها يبقى احسن. طب ازيده كما يشاء بيتا. كان عندنا مشكله في البانوراما ان هي مش بتبين لي الباك لينجوال دايمنشن. طب ايه رايك بقى بعد ما بقى عندي البانوراما، البانوراما لايك او ريفورمات البانوراما، ممكن اقطع سلايس هنا كده والاقيها هنا.
دي بقى اسمها ايه؟ باكولينجوال كات، او نسميها كروس سيكشنال كات. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا الام بي ار المالتي بلانر اللي هم الاكزيا والكورونا والساجيتال، وخدنا الفوليوم ريندرنج من امثلته مثلا ال 3 دي، وخدنا ريفورمات البانوراما، وخدنا الكروس سيكشنال كات، وخدنا ان ينفع اعمل كاتس موديفايد اوبليك كاتس او كوركتد كاتس، وات ايفر كنت عاوز تسميها ايه. كده رايكم هنا حددت الارش كيرفيتشر، حددت الارش سيكنس بين الاثنين صفر، هنا اترسم لي بانوراما، من بانوراما خدت كروس سيكشنال كاتس، وهنا قدرت اعمل الميجرمنت عشان احط دينتال امبلانت. ايه الريديلوسنت دي اللي هنا في المنطقه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ودي مين دي؟ منتال فورامين. يعني ده اكيد ده بقى ايه؟ البكر. يعني شوف من غير ما يكون عندك دليل عرفت ان ده بكر، ليش؟ انت مذاكر اناتوميكال لاند مارك وعارف ان دي منتال فورامين. طب ايه اللي خلى الانفيرو الفرا كانال، مش الانفيرو الفرا كانال، كانال دايره كده، خرطوم قصدي، ماشي كده، الانفيرو الفرا كانال، ايه اللي خلاه بقى دايره؟ ادي الانفيرو الفرا كانال صح؟ ايوه بالظبط، الكات نفسها، الكروس سيكشنال كات. الخياره مكمله معانا، الحاجه اللي بالطول لما تقطعها كاتس هتلاقي الكاتس دي عباره عن ايه؟ دايره صح؟ فنلاقي الكنال هي الدايره اللي هنا، وانا طبعا عاوز اقيس وابعد عن هذه الكنال. بعض الاحيان الكنال برضو عشان لونها اسود كده واللي حواليها اسود كله جري سكيل في جري سكيل، ما بقاش مميزه بشكل كويس، ففي اوبشن اسمه نيرف تريسنج، ان انا اعمل ديتكشن للنيرف والونه بلون مختلف، فيبقى النيرف ده هنا كله مثلا لونه احمر، فانا بدون تركيز كبير اعرف مكانه واقدر اخلي بالي منه وانا بقيس. في ميزه كبيره جدا في الكوم بيم سي تي وفي السي تي، ان اللينير ميجرمنت دقيقه جدا، 1 تو 1، ما فيهاش ماجنيفيكيشن، ما فيهاش مشاكل طبعا لو الحاله متصوره صح والجهاز معمول له كالبريشن والدنيا كلها مظبوطه. في حاجه تانية اسمها قياسات الزوايا، يعني تقيس زاويه، انجولار ميجرمنت، وبرضه الانجولار ميجرمنت في الاثنين كويسه جدا. فاكر لما قلنا احنا بنحدد السيكنس اوف سلايس؟ اهو ده السيكنس اوف سلايس، والمسافات بين السلايسز دي المسافات بين السلايسز، ففي الاخر هلاقي السلايس دي هنا اهي، والسلايس دي هنا اهي، والسلايس دي هنا اهي. انا اللي حددت السلايس في انهي حته، وكام عدد السلايسز، والمسافات ما بينهم قد ايه، والسيكنس بتاع السلايسز، كل الحاجات دي حددتها. زي ما احنا شايفين هنا، بصوا شايفين الرمز ده بيقول لك دي المسافه بين السلايسز، ودي عمق السلايس، ودي السيكنس بتاع السلايس، ودي عدد السلايس. يعني انا لو علمت كده في كل المساحه دي هيطلع لي حاجه عامله زي الفيلم التقرير بتاع الاشعه اللي بيطبع. شايفين الموضوع ازاي؟ السوفت وير. ودي من الحاجات المميزه قوي في الكون بيم سي تي عن السي تي، ان الكون بيم سي تي مين اللي بيستخدموه؟ دكاتره الاسنان، والشركات بتحب تدلع دكاتره الاسنان، يعملوا الحاجه بالوان، الحاجه بتعمل اصوات، الحاجه استخدامها سهل، يوزر فريندلي. فمن مميزات الكون بيم سي تي عن السي تي فكره توافر السوفت ويرز السهله جدا في الاستخدام، اليوزر فريندلي، اللي بتعرف تعمل بيها اي حاجه انت عاوز تعملها. يبقى احنا اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا ان احنا عندنا سكاوت، دي حاجه ممكن تتعمل قبل الصوره كدليل للفيلد فيو اللي انا عاوز اصوره، او وانت بتتعامل مع الصور دايما خلي في حاجه دليل ليك تقول لك انت مكانك فين. وعلى فكره عشان تبقى عارف، الخطوط اللي بتلاقيها في اي صوره، مثلا لو لقيت خط كده هنا هيقول لك ان انت كده ساجدل، لو لقيت خط هنا فيقول لك فين ارتفاع الاكزيال كات، لو لقيت الخطوط دي بيسموها كوردينيتس. يبقى احنا اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها سكاوت، حاجه اسمها اكزيال كات، حاجه اسمها كورونال كات، حاجه اسمها ساجيتال، والثلاثه مع بعض اسمهم الام بي ار. عندي موديفايد كات سواء كان بسميها اوبليك او كوركتد، عندي 3 دي كاكزامبل فوليوم ريندرنج، عندي بانوراما لايك او بسميها ريفورماتد بانوراما، عندي الكروس سيكشنال كات، وطبعا ضفنا مصطلح جديد دلوقتي معانا اللي هو ايه؟ 3 دي. افتكروا الكاتس دي ايه اللي حصلت عندي في الفيديو دلوقتي؟ دي كانت اكزيال كات.
ناخد بريك عشان الموضوع بدأ ايه، يعني نسبة كبيرة من الناس بقت تتعب دلوقتي. ندخل بقى على اللون. طبعا في فروقات فردية بين الناس في قدرتهم على ان هم يعملوا color detection، بس طبعا وات ايفر كان ايه الموضوع، قدرة عينك على ان هي تلقط الالوان محدودة مش كبيرة جدا زي الكمبيوتر. بالذات وان الصور عندنا كلها هتكون جراي سكيل. طبعا الصورة حلوة بتفضل حلوة حتى وهي جراي سكيل زي الصور اللي قدامنا دي. الصور كلها جراي سكيل، تفتكر عينك ممكن تلقط كام درجة من درجات الرمادي؟ يعني مثلا لو انا جيت لك في الحتة دي وقلت لك ان هنا في 100 لون في المنطقة دي في الزون ده، هل انت عارف تميزهم درجات الرمادي دي؟ فدي مشكلة كبيرة جدا اتحلت عن طريق حاجة اسمها الويندوينج. بصوا هنعمل ايه؟ انت عاوز تشوف حاجة في المنطقة دي، ايه رأيك بقى لو لغيت كل المنطقة اللي هنا دي ولغيت كل المنطقة اللي تحتها وخدت الزون ده بس، الزون ده بس، معلش سوري، خدت الزون ده بس، المساحة دي بس، ورحت مكبرها هنا بحيث تدي لنفسك رينج اكبر من الجري سكيل، تحط فيها الابيض والاسود وكل الحاجات دي. مش مهم الصورة الاصلية كانت ايه، بس المهم ان انت اديت لنفسك رينج اوسع. هنا بقى الرينج من بلس 150 ل 850، ودي ارقام كبيره، يبقى غالبا انت قاصد تشوف بون، فبيسموها بون ويندو. الناحيه الثانيه العكس، لو انت عاوز قاصد تشوف حاجات ريديلوسنت هتشوفها في حاجه اسمها سوفت تيشو ويندو. الويندو بقى دي بيبقى ليها ويتس، الويتس بتاعها ايه؟ يعني هنا مثلا من 150 ل 850، ده اسمه الويتس بتاعها، من فين لفين؟ فيها كام هاونسفيلد يونت؟ وفي حاجه اسمها ويندو ليفل، يعني القيمه المتوسطه اللي في النص، اللي الحاجات اللي فوقها بتبقى رايحه ناحيه الابيض والحاجات اللي تحتها بتبقى رايحه ناحيه الاسود. فيبقى في عندنا حاجه اسمها الويندوينج، ويندو ويتس، ويندو ليفل. الحكايه دي بتستخدم عشان تقدر تلقط حاجات عينك ما كانتش قادره تلقطها، لانها اصلا موجوده في الداتا على جهاز الكمبيوتر. ولكن مهم قوي ان الداتا دي تكون كبيره، داتا ضخمه. تفتكروا مين اللي احسن في موضوع الويندو ده، السي تي ولا الكوم بي ام سي تي؟ مين اللي عنده داتا اكتر؟ السي تي. عشان كده السي تي هيبقى احسن في الويندوينج، بقدر اتحكم في الويندو ويدث والويندو ليفل فيه بشكل كويس جدا. دي اسمها كونتراست ريزوليوشن، يعني لو واحد لابس قميص ابيض وبنطلون اسود بنسميه هاي كونتراست، لابس حاجه كده ده. فمن هنا جه موضوع ان يتسمى الكونتراست ريزوليوشن او التباين، التناقض بين الالوان. الكونتراست ريزوليوشن اعلى اعلى في السي تي، يبقى من نقط التفوق في السي تي عن الكون بيم سي تي هي موضوع الكونتراست ريزوليوشن. وبالتالي لو انا عاوز اشوف سوفت تيشو هستخدم السي تي ولا الكون بيم سي تي؟ بالظبط هستخدم السي تي. يبقى السي تي هاي كونتراست ريزوليوشن عشان داتا كبيره جدا، وطبعا عشان فاكتورز ثانيه كتير بس مش وقته شرحها دلوقتي. يبقى السي تي ممتاز في السوفت تيشو، الكون بيم سي تي لو كونتراست ريزوليوشن وجور في السوفت تيشو ايمجنج. يبقى انا لو عاوز اصور سوفت تيشو بختار مين؟ بختار السي تي. تعالوا نبص كده مع بعض. هنا الويندو دي اول سؤال بقى بيزد على السكشنز اللي فاتوا، السلايس اللي احنا شايفينها دي ايه؟ انهي كات بالظبط؟ كورونال كات. حلو، انا هنا شايف ديتيلز في البون، يعني شايف البون هنا كورتيكال بون والتفاصيل بتاعه البون اللي من جوه، والسوفت تيشو تقريبا مش شايف فيها حاجه. تعالوا بصوا هنا، فدي نسميها بون ويند. تعالوا نبص الناحيه الثانيه، البون تقريبا بقى ابيض بس بدات تظهر ديتيلز في السوفت تيشو، فاقدر اسمي دي سوفت تيشو ويند. موضوع بسيط جدا اهو، يلا كده مين في دول البون ويندو؟ عاوزين نشاور على البون ويندو اللي باين فيها البون ديتيلز والسوفت تيشو مش واضحه. فعلا هو ده، يبقى ده البون ويندو، والناحيه الثانيه هي السوفت تيشو ويندو اللي فيها الديتيلز بتاعه البون كلها راحت. دلوقتي سؤال، ايه الكات دي؟ انا شايفها تشبه الاوكلوزال، وبالتالي دي هقدر اسميها اكزيال كاتس.
ملخص لموضوع الايمج كواليتي اند ديسبلاي، احنا قلنا ان عندنا في ديفرنت كاتس اكسيال وكرونو وسيجيتال والحاجات دي كلها ونورما لايك وكل الكلام اللي قلناه، وقلنا ان عندنا خلي بالك ان الجيومتري 1 تو 1 وبتعرف تقيس عليها لينير ميجرمنت وانجلر ميجرمنت براحتك طبعا وحاجات تانيه كتير جدا. اتكلمنا على موضوع اسمه الكونتراست ريزوليوشن والسبيشال ريزوليوشن. السبيشال ريزوليوشن اللي هو اللاين بير اللي قلنا عليها اللي هو زي ما الموجود عندنا هنا كده سبيشال ريزوليوشن، قد ايه من الخطوط بعرف اشوفها جنب بعض، الشرط بتاع الصوره ايه اخبارها، ودي حاجه مفيده جدا بالذات لو بتعمل للصوره ماجنيفيكيشن. ماشي، زي ما دايما بيقولوا مصطلح دارك يقول لك الصوره بتبكسل، طبعا في 3 دي ايمجنج هيقول لك الصوره بتفوكسل. الكونتراست ريزوليوشن هي درجات الرمادي اللي عندنا، طبعا الويندو ده اوبشن حلو جدا وموجود في السي تي لكن للاسف مش بنفس القوه في الكومبيم وان كانوا بيطوروه يعني، بس ستيل فار اواي يعني. طب هل معنى كده ان الصور دايما كده نموذجيه ما فيهاش مشاكل؟ لا، في عندنا حاجات اسمها سيجنال تو نويز ريشيو، عندنا ايرورز، عندنا ارتيفاكت، عندنا مشاكل. هلخصها لكم في سلايد. يعني ايه سيجنال تو نويز ريشيو؟ سيجنال اللي هي الجمله دي لو انا عايز اقراها، ودي موجوده في الثلاث صور اللي فوق بعض، بس في حاجه اسمها نويز حواليها كده، شايفين النويز اللي حواليها دي خلتني ما اعرفش اشوف السيجنال. فطبعا كل ما ازود السيجنال واقلل النويز كل ما الصوره تبقى احسن، فدي حسب امكانيات الجهاز ايه اخباره، الجهاز ده عامل له كالبريشن كويس، بتظبطه، بتعمل له صيانه، اختيارك للجهاز من الاول. طيب في مشكله تانية، البيشنت لو مركب حاجه ميتاليك في بقه اثناء التصوير الداتا الاشعه عبال ما تخترقها مش هتعرف تعدي منها، وبالتالي هنا الداتا تبقى قليله، فده بيعمل لي ارتيفاكت اسمه ميتال ارتيفاكت مشهور جدا، ودلوقتي بقى في سوفت ويرز بتحاول تشيل الميتال ارتيفاكت، سواء الاقي الحاجه طلع لها حاجات زياده كده، او الاقي منطقه في النص كده ريديلوسنت وهي في الواقع لا هي في الواقع كويسه، بيسموها بيم هاردنينج. ممكن البيشنت هو بيتصور يتحرك وبالتالي يبقى عندي حاجه اسمها موشن ارتيفاكت، ممكن الجهاز نفسه يكون في عطل في واحد من الديتكتورز اللي فيه اجهزه السي تي بالذات، فبالتالي هينتج ان عندي مشكله وعندي ايرور في الصوره. يبقى برضو حتى في السبيشاليز تكنيك في الادفانسد موداليتيز برضو عندنا ايرورز ولازم بقدر الامكان نحاول نقللها. بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم على العيوب والايرورز، عايز اقول لك نقطه ثانيه سلبيه في الكون بيم سي تي ان كومباريزون مع السي تي، وهي ايه؟ وهي قياسات البون دنسيتي. البون دنسيتي في السي تي بتعتمد على الهاونسفيلد يونت الفعليه فعلا، لان هو كمان الكونتراست ريزوليوشن فيه عالي جدا وعنده ريفرنس اللي هو الميه، واسباب كتيره جدا بتخلي الكونتراست ريزوليوشن والبون دنسيتي ميجرمنت احسن في السي تي. الكون بيم سي تي ممكن يقيس بون دنسيتي بس في عيب. ايه العيب بتاعه؟ ان هو ان ريلايبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تاثير قياسات الدنسيتي متوقفه على حجم الاوبجكت. يعني شايفين الاوبجكت ده تحسه اوبجكت خفيف بس عشان السيكنس بتاعه كبير الدنسيتي بتاعته طلعت باللون ده في الكون بيم سي تي. ده الدنسيتي بتاعته احسن بس ارفع، الدنسيتي بتاعته تطلع في الكون بيم سي تي زيها زي اللي فوق، يبقى الاثنين فعليا مختلفين في الدنسيتي لكن في الاند ريزلت في الجهاز في الصوره الاثنين طلع الجري سكيل فاليو بتاعتهم ثابته، فالبون دنسيتي في الكون بيم سي تي بتعتمد على الجري سكيل فاليو، عشان كده ما ينفعش تستخدمها على اطلاقها. لو عاوز تستخدمها ممكن تستخدمها ريلاتيف، يعني نفس الحاله صورتها النهارده وصورتها مثلا بعد سنه فولو اب وتقارنها بنفسها، طبعا تكون مصور على نفس الماشين بنفس البارامترز بحاجات تانية كتير مهمه جدا. الكلام ده بقى خناقه كبيره جدا بقى اكاديميك وايز وكلينيكالي، وناس بيقولوا هي ارقام مش دقيقه قوي بس ممكن تستخدمها كلينيكالي، ودي قصه يطول شرحها. بس المعلومه اللي عاوز اقولها لك ان موضوع الكون بيم سي تي في البون دنسيتي اقل من السي تي، اقل بشكل يوديك في داهيه ولا اقل بشكل ما يفرقش، ده موضوع تاني ويطول شرح. ازاي تقلل المشاكل اللي عندك في الاجهزه؟ من اول انك تختار الجهاز صح، تختار جهاز مواصفاته كويسه، تستخدم الجهاز بس لما يكون انديكيتد، حدد الفيلد فيو المناسب للحاله انت عاوز تشوف فيه ايه، مش لازم تصور كل حاجه، ادي البيشنت انستراكشنز المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه، وثبته الجهاز بيبقى فيه حاجات معينه بتثبت البيشنت عشان تقلل الموشن ارتيفاكت، وتعمل ماشين كاليبريشن كل فتره، يعني في حاجه كده بتحطها مكان البيشنت وبتصورها اشعه المفروض تطلع صورتها بشكل معين قياسي
لو ما طلعتش الصوره اللي هي متخزنه عند الجهاز بيبقى عارف ان فيها في مشكله، يا اما بينفع ان هو يعدلها بنفسه الجهاز لوحده اوتوماتيك، يا اما بيحتاج ان الشركه تيجي وتعمل صيانه. احنا اتكلمنا في ايه بقى النهارده؟ دي وورد كلاود كده عملتها لكم فيها المصطلحات اللي اتكلمنا عليها النهارده. بانوراما لايك اللي هي ريفورمات البانوراما، كوردينيتس اللي هي الخطوط اللي بتقول لك انت فين في انهي سلايس، المالتي ديتكتور سي تي او المالتي سلايس سي تي، ايه الماتريكس دي؟ البيكسل والفوكسلز الحاجات دي بتترص مع بعض في مصفوفه كده بيسموها الماتريكس. اتكلمنا عن الجنريشن بتاعت السي تي، النيرف تريسنج، موضوع الدنسيتي ميجرمنت. بعض الاحيان بيسموا الكون بيم سي تي بيسموه كون بيم فوليومتريك سي تي. اتكلمنا عن موضوع الريزوليوشن وقلنا ان هو في عندنا السبيشال ريزوليوشن والكونتراست ريزوليوشن. قلنا الكون بيم اسمه كون بيم عشان الشعاع شكله كون بيم. اتفقنا ان الصوره بتتصور واحد واحد 1 تو 1. وايه السيفرت ده؟ السيفرت ده وحده قياس الاشعه، قرناها كتير وسمعنا عنها كتير جدا في الراديشن بيولوجي. طبعا الاشعه اللي بتستخدم في طب الاسنان بتقاس بالمايكرو سيفرت. اوكي هنتكلم عليها كمان شويه الحته دي. وعندنا بقى الاكزيال والفوكسل والانجلر ميجرمنت، يعني ايه سبايرال، يعني ايه هاوس فيلد يونت، يعني ايه فيرتشوال بيشنت، دي هنقولها كمان شويه. فيلد فيو، كونتراست ريزوليوشن، ستيتشنج. فالسلايد دي عاوزين نرجع لها دايما بعد ما نخلص المحاضره خالص، نطمن ان احنا عارفين كل المصطلحات. ده الهدف الرئيسي، ان احنا نبقى عارفين المصطلحات دي. ناخد بريك. ايه الانديكيشنز؟ هنركز اكتر هنا على الكون بي سي تي عشان هو بتاعنا بتاع الاسنان اللي بيشتغلوا اي دكتور اسنان دايما بيحتاج ان هو يشتغل على الكون بي سي تي. ادخل على اي سيرش انجن من الحاجات بتوع القطاع الطبي، الحاجات بتاعت الابحاث، وات ايفر كان ايه، هتلاقي مثلا هنا باب ميد، هتلاقي ايه الموضوع، اكتب كون بيم سي تي، هتلاقي كون بيم في القرص، وكون بيم في الاندو، في السيرجري، في الامباكشن، في اي تخصص بتحبه من تخصصات طب الاسنان. يعني انت هتحتاج الكون بيم الا اذا كنت ناوي تعمل كارير شيفت، فده موضوع تاني. بصوا الحاله دي، هنا 2 دي ايمج مش واضح ان في فراكشر. بصوا في الكون بيم سي تي واضح جدا الفراكشر. طبعا لو واحد ناصح قوي ممكن يشوف الاندايركت ساينز، الريديلوسنس اللي بقى بتظهر هنا وقصاد الجانكشن ما بين البوست والروت كانال فيلنج ماتيريال، دي بالاندايركت ساينز اللي بتقول لك شك ان هنا يكون في فراكشر والبيشنت بيشتكي من حاجه ولا لا. فاكتورز كتيره جدا. حبايبنا بتوع الاندو شايفين دي اكزيال كات وعند ليفل معين كده هنا، ده مين ده؟ روتس، واحد بكل واحد لينجوال، يا اما ينضموا لبعض يا اما يتفصلوا شويه، ده الفايف. امال الدايره الزرقاء دي معلمه على ايه؟ معلمه على الابر 6، والابر 6 حسب الكات اللي احنا قاطعين فيها، فاحنا قاطعين في الليفل بتاع الروتس فمش هنلاقيهم متصلين ببعض. عندنا البلاتال روت والديستال روت وايه الميزيال روت او الميزيو باكر روت. والميزيو باكر روت ده هنا البيشنت بيشتكي من مشكله ما فعنده بين يعني، فكويس قوي الميزيو باكر 1 محشيه كويس، لكن الام بي 2 ميزد كانال. طبعا حبايبنا بتوع الاورسو، الاورسو الاورسو جناسيك سيرجز وحاجات تانية كتير جدا، بيبقى عارف بقى السنه دي هتتحرك ازاي ويجيبها من فين ويبص عليها في ديفرنت كاتس، وممكن كمان يبقى عنده داتا كتيره جدا على البيشنت. هنا مثلا عمل فيوجن وجاب وش البيشنت ويعمل، يبقى بقى عنده فيرشوال بيشنت فيعمل السيرجري على الكمبيوتر، فيرشوال بلاننج وفيرشوال سيرجري، وفي الاخر يوري البيشنت شكله النهائي قبل ما يبتدي في العلاج، هل البيشنت قابل ده ولا لا. الامبلانت بلاننج هنا معمول نيرف تريسنج اللي قلنا عليه قبل كده، تقدر تقيس وتشوف في ديفرنت كاتس ده مين، ساجيتال، كورونال، اكزيال، 3 دي، بانوراما لايك او ريفورماتد بانوراما. بصوا هنا، فكره ان كل حاجه موجوده عندك فيرتشوال وتحرك كل حاجه في مكانها وانت عامل نيرف تريسنج عشان تاخد بالك من المسافه، السيفتي مارجن على النيرف. طب وايه اخبار الموضوع هنا، بكه البون عندك قد ايه ولينجوال بون عندك قد ايه، وده ايه اخباره فوق هنا مع الاوكلوجن. يا سلام بقى لو عامل واكس اب كمان ومصوره في الكون بي سي تي.
تعمل تيم جي اسيسمنت، تشوف البوم بتاعها ايه اخباره. طبعا السوفت تيشو مش هتبان، بتبان في السي تي، والديسك مش هيبان غير في الام ار اي. واحنا ان شاء الله هنتكلم، قلنا ان شاء الله قريب قوي ممكن الاسبوع الجاي على الام ار اي. بص النيرف تريسنج هنا قد ايه، كان ان انا الاحظ النيرف في السلايسز اللي هنا دي صعبه شويه، فلما النيرف حصل له تريسنج عملنا له نيرف تريسنج، وفي اوبشنز كتير جدا للنيرف تريسنج مانيوال واوتوماتيك، بقى شكله واضح جدا في الصور اللي عندنا هنا من تحت، فبقيت اقدر اعرف وانا هعمل الاكستراكشن للحاله دي ايه اخبار الحاله دي، ايه احتمالات يحصل نمنس، المفروض اعمل لاكسيشن في انهي اتجاه ولا اتحرك في انهي اتجاه بالظبط. ده في ليفل اعلى من كده اسمه السيجمنتيشن، ان انا اعزل، مش انا عملت تريسنج للنيرف، اعزله وارسم السنه على السلايس واعزلها برضو، وفي الاخر يبقى عندي السنه سيجمنتد هي والنيرف عن بقيه الفوليوم، اسمها سيجمنتيشن. من الحاجات اللي بتحتاج مهاره شويه، بس ميزتها بقى ايه، بتشوف شكل السنه والنيرف والريليشن مع بعض، ودي السنه بعد الاكستراكشن زي ما احنا شايفينها، بتبين قد ايه دقه الكون بي ام سي تي. فاكرين في حالات الامبلانت لما قلنا يا سلام بقى في الفيرتشوال بلاننج، لو عندك واكس اب او عندك الاكلوجن او عندك وات ايفر كان ايه، في حاجه اسمها ريجستريشن، ان انا اركب حاجات على بعض. هنا مثلا ده الكاست بتاع البيشنت، البيشنت موديل، وركبناه على 3 دي بتاع الحاله. تخيل مثلا لو كان الكاست انت عامل فيه واكسنج اب هنا، هتقدر تعمل بلاننج للامبلانت وانت عارف مكانها فين بالظبط، اللي بيسموه دلوقتي بروستيك دريفن امبلانت بليسمنت، او بيسموها الكراون داون تكنيك. حاجات تانية كتير جدا بقى ريجستريشن بتستخدمه بقى في السمايل ديزاين، في حاجات كتير جدا في طب الاسنان. عشان كده زي ما قلنا موضوع الديجيتال ده مش اوبشن، خلاص المفروض الناس كلها تتجه فيه. فيرتشوال بيشنت زي ما اتكلمنا من شويه، ان عمل فيوجن للسوفت تيشو على البون بحيث يقدر يشوف الحاله قبل وبعد، العلاج كله فيرتشوالي. تمام. الحالات اللي فاتت سهله، في حالات تيومرز، في حاجات تروما، حاجات كتيره جدا بنحتاج فيها الكون بي ام سي تي وبنحتاج فيها السي تي عشان نقدر نشوف الليجن من اتجاهات كتيره جدا، ونعرف نعمل بلاننج بشكل كويس للسيرجري. اخر نقطه هنتكلم فيها، هنتكلم على الدوزس. طبعا الناس بتخاف جدا بقى من الكون بي ام سي تي والدوز بتاعته وايه اخباره. احنا ما ينفعش نكون لا متساهلين قوي ولا خايفين قوي. بصوا مثلا قال لك لو انت سافرت بالطياره من هلسنكي فنلند لليابان، هتتعرض لجرعه اشعه مقدارها 61 مايكرو سيفرت. ال 61 مايكرو سيفرت دي جرعه اشعه كافيه انك تصور كون بيم، فلو الان ما تسافرش بالطياره. ودي جرعه اشعه تقريبا بتصور 6 افلام بريبيكال، وممكن بانوراما نص او 2 بانوراما. افلام بريبيكال دايما بتبقى في حدود ال 10 مايكرو سيفرت، افلام البانوراما بتبقى في حدود 30 مايكرو سيفرت، افلام الكومبيم 60 و100 و200 وهكذا، بس دايما بتبقى تحت ال 1000. والسي تي هو اللي بيبقى ارقام كبيره. طبعا الكومبيم سي تي اقل في الدوز من السي تي، البانوراما اقل من الكومبيم، الفريابيكال والانترا اورال اقل من البانوراما. طبعا الموضوع ليه علاقه بشويه بالفيلد اوف فيو اللي انت بتستخدمه، صغير ولا كبير ولا ايه نظامه، ومدى تطور الاجهزه والريزوليوشن اللي انت بتصور عليه. بس طبعا بنطبق القواعد بتاعتنا الاداره وجاستيفيكيشن، ما بنعملش الحاله كون بي ام سي تي الا اذا كانت انديكيتد فعلا، والبنفيت اهم من الريسك. شكرا ليكم عشان قدرتوا تستحملوا المحاضره، وانت وصلت للسلايد دي تقريبا، السلايد دي السلايد رقم 100، فانت كده يعني عملت انجاز بهديك شويه الورد دول. بس مطلوب منك تحاول تفكر دلوقتي وتجمع ايه المقارنه بين الكون بي ام سي تي والسي تي، ايه مميزات ده وعيوبه، وايه مميزات ده وعيوبه، يعني في مقارنه بين الاثنين، وفي كل واحد فيهم فيه مميزات وفيه عيوب. بس عشان ما اطولش عليكم انا بفضل ان احنا نقفل على كده، والحاجات تقريبا اتقالت في نص وسط الكلام عشان ما تبقاش المحاضره طولت. شكرا ليكم يا دكاتره.